السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم جيتكم بفكرة عشاء سهلة في التحضير، أساسها واحد الرز محضر على الطريقة التايلاندية، تيجي رائع ولذيذ، قدمته مع البيض مقلي أو البيض أومليت. نتمنى لكم فرجة ممتعة وتكملوا الفيديو حتى الآخر باش تعرفوا طريقة التحضير. وطبعا إذا كانوا تعجبكم فيديوهات ديالي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يكون وصلكم كل جديد كنحطه في القناة. أول مرحلة كنقوم بها أنني غنوجد الأرز ديالي. شفتوا الشكل اللي خديته؟ هو الشكل العادي، يعني ماشي داك النوع اللي حبة حبة، بل عادي. كنغسلو مزيان كما كتعرفوا، تنحيد منه كمية النشا وكنحطه فوق النار يتسلق. مقدار هو كوب من الأرز يساوي كوب ونصف من الماء. الماء يكون الحد في القدر، لأن اللي خليته فيه الماء كيتعجن. دابا راه باقي كيطيب، دابا الا خليتو فيه الماء شاط فيه كيبقى يتعجن لكم. اذا الماء يكون حد في القد وما يطيبش بزاف هذاك الرز، يعني ما يبقاش يطيب تيتعجن بزاف. هنا في مقلات كنخلي بعد الرز يطيب، هنا في مقلات كناخذ واحد المقلات على نار متوسطه الى هادئه، كنضيف ملعقتين من زيت الزيتون، وكنضيف دابا نصف زجره تقريبا مقطعه مربعات صغيره. نحاولوا نقطعوا الخضر مربعات صغيره باش ما تاخذش معنا واحد الوقت كبير في الطبخ ديالها. كنشحر مزيان في ديك زيت الزيتون. دابا غنضيف تقريبا واحد المقدار من جلبانه، انا كانت عندي في المجمد، ممكن انكم تستعملوا الجلبانه عاديه، جلبانه مصبره اللي عجبكم اللي متوفر عندكم. نشحرها مزيان في البوطه. دابا غنضيف واحد الكميه من اللحم، ماشي بزاف، غير القليل جدا، مقطعه بشكل طولي باش تقدر تطيب بسرعه. كنخليها تشحر مزيان، والنار كنأكد انها تكون نار هادئه باش ما تحرقوش لكم المكونات. كنضيف الان ملي تشحر لي داك الشيء كنضيف بصله حتى هي مقطعه مربعات صغيره، مكعبات صغيره استسمح، حتى هي لهذيك المكونات. كما كتشوفوا النار عندي راه هادئه. كنشحر هذاك الشيء مزيان. الان غادي نضيف تقريبا واحد المقدار، المهم نخليها واحد شويه غير تطلق. دابا غنضيف واحد المقدار من الماء، غير قليل جدا، ممكن تزيدوا غير باش نساعد هذيك الخضار عندي تطيب، هي وهذيك اللحم اللي عملتها راهما مقطعين صغار، ما تياخذوش واحد الوقت كبير بزاف. ملاحظتوا بانه راه كتطلق الماء. دابا غنقوم باضافه فصين من الثوم، ممكن انكم تستعملوا الثوم باودر اللي يعجبكم اللي متوفر عندكم. دابا غنبدا نضيف التوابل، نصف ملعقه من الفلفل الاسود او الابزار، نفس المقدار من البابريكا او الفلفل الاحمر، نصف ملعقه، وكذلك نصف ملعقة من الزنجبيل. كان الزنجبيل طري من الأحسن، كيجي لذيذ. ونضيف كذلك الملح حسب الذوق، ما نساوش بأن الرز راه كنسلقو فيه بملح، حسب الذوق ديالكم، كله على الرغبة ديالو كيفاش كيتناول. دابا ناخذ الرز ديالي، كما كتشوفوا ما صفيته ما والو، بقى حتى برد، شفتوا ما طيبش بزاف بزاف. كنوضعو فوق هذيك المكونات اللي صافي طابت ليا، قصت الخضر كلها واللحمه لقيت بانها طابت. كنضيف هذاك الرز يتشحر ليا فوق مع ديك المكونات، شفتوا راه تجمع، لاحظتوا بانه راه بارد ماشي سخون. كنأكد على لان الا خليته فيه الماء بزاف وطفيتو عليه هذيك البوطه وعقب شرب هذاك الماء كيزيد ثاني طيب وكيزيد يتعجن. من الاحسن الماء الحد في القد وما يطيبش بزاف، يعني ماشي الرز يطيبو حتى يهرى. كنأكد على هاد الحوايج باش يجيكم الطبق صحيح. الا خليتوه حتى تعجن غيطلق لكم كميه النشا وغيتعلق وما غايجيكمش مزيان في الطبق، لان هذا الطبق كيتصايب بهذا الروز، النوع ديال الروز. دابا غنضيف واحد الملعقه ديال الكاتشوب صغيره، ممكن تضيفوا ملعقه كبيره، انا ما عنديش الكاتشوب في الدار، ما بقاش عندي ملي بغيت نصور لكم من الزهر ساله. المهم الكاتشوب ما تخلاوش ليه، كيعطي واحد المذاق رائع رائع جدا. الكاتشوب تيجي زوين. تنحرك هذيك المكونات مزيان فوق النار حتى كياخذ هذاك الرز، يعني النكهه اللي كاينه في اللحم وفي الجزر وكذلك في الجلبانه مع هذيك المكونات.
صافي كنخليه وجد. دابا ملي وجد لي الرز ديالي كنخليه على جنب، وكنرافقو كما قلت لكم فكره عشاء، كنرافقو مع الاومليت ديال البيض. كنا تنعرفوا تبارك الله نصايبوا اومليت ديال البيض، وكل واحد كيفاش كيتناولوا، كاين اللي تيبغي يحركو، كاين اللي تيبغي يخليه بحال هكا الشكل، كاين اللي ما كيبغيش يقيسو، كل واحد والشكل ديالو، كاين اللي كيبغي يخليه شويه خضار. المهم لكم حريه الاختيار، ديروا كيما بغيتوا في داك اومليت. انا كنضيف هنا الملح والفلفل الاسود، وعلى نار مهيله تقريبا او متوسطه كنضيف زيت الزيتون، وكنحضر داك الاومليت ديالي. انا من الناس اللي ما تنبغيش الاومليت تكون خضره، وباش نتاكد بانها طابت خاصني نبقى نحرك فيها ولاباس، يعني نحركها، ملي نحركها صافي تاكدت بانها راه طابت، نحركها ونقلبها كله الشكل ديالو شنو تيدير، يعني كله والطريقه ديالو. نتوما لكم حريه الاختيار، اختاروا كيما بغيتوا. المهم هاد الفكره تاع عشاء، صايبوا الروز ومن بعد وجدوا اومليت، رافقوا معاه تيجي رائع صراحه، كيتواتى معاه تيجي زوين. انا كنطيب كما كتشوفوا قلبتها، يعني كنطيب اومليت ديالي مزيان. دابا غادي نحط داك الرز ديالي لي طاب، لاحظتوا كيتجمع ليا، تنحطه في واحد الطبسيل ديال التقديم ونعطيه واحد الفورمه، يعني نبقى ندور ونصايبو. ديروا الطريقه اللي بغيتوا اللي تريحكم، باي طريقه بغيتوا تحطوا، غير نحاول نحطوا بهذا الطريقه باش كنعطي ديما الجماليه للطبق، باش كتفتح لي الشهيه ديال الاكل كما تيقول. صراحه هذه الفكره تجي زوينه، فكره عشاء رائعه جدا. هذا الطبق تايلاندي مشهور في تايلاند، والفكره ديال الطبق من نجاد جات من القريه العالميه. انا كما كتشوفوا راه درت لكم جوج فيديوهات على القريه العالميه، اللي ما شاف فيديوهات انا خلي لكم في صندوق الوصف. من مشيت للقريه العالميه جبت معايا الفكره، لان داك كيبيعوه في السوق العائم ب 35 درهم اماراتيه. كما شفتوا رافقته مع البيض والاومليت ديال الاومليت، سمحوا لي، مع شويه المايونيز والكاتشوب، كيجي لذيذ 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 جدا. قلت لكم الفكره جات من القريه العالميه، كيحضروا قدامك تيبيعوا لك وتيحضروا قدامك، وانا غير نقلت صراحه المقادير وجيت حضرتها في الدار، هذه ثالث مره وقلت نشاركوا معاكم، تيجي لذيذ صراحه. والى هنا كينتهي الفيديو ديالي، نتمنى ان فكره العشاء تكون نالت اعجابكم، نتمنى لكم ان نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.